السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد في قناة فتي بلوك. نتمنى الكل يكون بخير وعلى خير وان شاء الله تكونوا بألف خير. اليوم بغيت نقدم لكم هاد الطورتة اللي كنت فايت قديتها من قبل، مهم شكل مختلف. نتمنى ان شاء الله تروقكم وتنال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش اللايكات والتعليق ديالكم الزوينة، جزاكم الله خيرا. نبقوا معايا مع المقادير وطريقة التحضير.